بشكل فني، فبالتالي هناك الرأي ورأي الآخر، كل الآراء محترمة، وزي ما قلنا هناك لجنة من قامات محترمة هي التي اختارته، نظرا لأن الميعاد الدقيق للافتتاح لا يزال محل دراسة من 4 وزارات مختلفة، هي وزارة الآثار والسياحة والداخلية والخارجية، لتحديد أفضل موعد من ناحية المواسم السياحية ومن ناحية المناخ. فبالتالي تو أن يتم تحديد الموعد الدقيق، ستتم حملة الدعاية القوية الموجهة عالميا، ولكن حاليا هناك اهتمام إعلامي عالمي بالمتحف المصري الكبير، وبالتالي كل يوم تقريبا المتحف المصري الكبير موجود في القنوات المحلية والعالمية. المتحف طبقا للجدول الزمني الحالي هناك 3 مراحل، المرحلة الأولى هي بهو المتحف العظيم وبتمثال الملك رمسيس، ثم الدرج العظيم عليه 87 تمثال وقطعة أثرية معمارية ضخمة، ثم قاعتي الملك توت عنخ آمون بهم 5000 قطعة، ثم مرحلة ثانية، المرحلة الثانية 45000 قطعة تتناول آثار مصر من ما قبل التاريخ وحتى العصرين اليوناني والروماني في مصر، ومرحلة ثالثة عبارة عن مبنى ملحق به مركب الملك خوفو الثانية التي تم الكشف عنها إلى الجنوب من هرمه في الجيزة. الإنشاءات من الناحية الخرسانية ومن ناحية الأعمال المعدنية انتهت بنسبة 100%، حاليا بيتم العمل في التشطيبات الداخلية والخارجية. نسبة الإنجاز العام في الأعمال تصل لحوالي 80%، وبيتضح النهاردة للمار من أمام المشروع إن المبنى يشرف على الانتهاء في المراحل النهائية الأخيرة. تكلفة المشروع تبلغ حوالي 1.1 مليار دولار. متحف الطفل هو عنصر هام جدا، لأن احنا عاوزين نعرف الأجيال القادمة من المصريين بحضارتهم بشكل جميل وتفاعلي يمتعهم ويعطيهم المعلومة السليمة. إلى جانب متحف الطفل هيكون في أيضا مركز للتثقيف المتحفي، ده لكل الأعمار، بيدي كل الأعمار معلومات دقيقة وقيمة عن مصر القديمة، وبينمي الوعي الأثري للمواطن المصري. المتحف المصري الكبير سيكون به في النهاية حوالي 100,000 قطعة، منها 50,000 قطعة في العرض الدائم و50,000 قطعة في المخازن. هذه القطع منها حوالي 30,000 قطعة من متحف التحرير، و70,000 قطعة من كافة أنحاء مصر ومن كافة المخازن الموجودة بعموم الجمهورية. مركز ترميم الآثار تم افتتاحه سنة 2010، وبيعتبر أكبر مركز ترميم على مستوى العالم. مساحته 132,000 متر، بيضم 14 معمل، 7 معامل متخصصة في مجال الترميم الآثار، إلى جانب 7 معامل متخصصة في مجال الفحوص والتحاليل. عدد العاملين الموجودين عندنا في المركز تحديدا 112 موظف زميل موجودين معنا، ما بين أخصائيين ترميم وأخصائيين علوم وفنيين وعمال. كان الهدف من إنشاء المركز أو افتتاح المركز قبل افتتاح المتحف المصري الكبير أنه يتم ترميم أو تجهيز 100,000 قطعة أثرية لعملية العرض المتحفي تحديدا اللي هيتم الافتتاح بيهم، وده كان دور المركز خلال الفترة اللي فاتت. بالفعل احنا قمنا بترميم 27,000 قطعة أثرية من افتتاح المركز، أو تحديدا من 2012 إلى 2018. 27,000 قطعة أثرية عدد ضخم جدا بالنسبة لمراكز الترميم في العالم، ان احنا نقدر نقوم ونجهز بده، الى جانب 12,000 قطعة أثرية داخل المخازن تم عمل صيانة دورية ليها.
الدور اللي بيقوم بيه مركز الترميم عملية بتنتقل من موضوع الترميم وعمليات العلاج ثم عمليات الصيانة الدورية اللي ما بتنتهيش. يعني دور الصيانة الدورية عندنا داخل المخازن، بعد كده داخل العرض أو قاعات العرض، حتى بالنسبة للمكان اللي احنا موجودين فيه هو منطقة الآثار الثقيلة، وهي المنطقة الوحيدة اللي موجودة في جمهورية مصر العربية لترميم الآثار الثقيلة. هتبقى في صيانة دورية لكل القطع الأثرية اللي موجودة في حديقة المتحف، يعني الحديقة المتحفية هيبقى هم مسؤولين عنها، إلى جانب الجراند ستيركيس أو الدرج العظيم هيبقى عليه 87 قطعة أثرية، وما بتبقى منطقة الآثار الثقيلة هي اللي مسؤولة عن عمليات الصيانة الدورية لكل الآثار الثقيلة اللي موجودة عندنا. في خلال الفترة اللي فاتت احنا تم نقل 45,000 قطعة أثرية. ال 45,000 قطعة أثرية مجموعة توت عنخ آمون، باقي منها في المتحف المصري الكبير يمكن خمس المجموعة، لكن كل المجموعة اتنقلت إلى المتحف هنا وتم أعمال الصيانة والترميم فيها، وما زال في بعض أعمال الصيانة والترميم موجودة لمجموعة توت عنخ آمون، على أساس نعتم الافتتاح المبدئي بمجموعة الملك توت عنخ آمون كاملة، وهو ما يزيد عن 5,000 قطعة أثرية، إلى جانب الدرج العظيم اللي احنا واقفين فيه اللي بيجهزوا دلوقتي للقطع اللي موجودة عندنا اللي بتصل 18 قطعة موجودين هنا، إلى جانب بعض القطع اللي هتيجي في خلال الفترة اللي جاية وضعها على الدرج مباشرة، وهتبدأ المعمل هنا يقوم بعمليات الصيانة والترميم الخاصة بيه. 7 معامل متخصصة في مجال الترميم. في عندنا معمل الأثار الثقيلة اللي احنا فيه موجود دلوقتي، أو منطقة الأثار الثقيلة، في معمل الأخشاب وده خاص بترميم الأخشاب فقط، في معمل الأحجار اللي هو اللي يقدر يتناولها الفرد العادي وده موجودة، معمل الأحجار موجود، في معمل الأثار العضوية، معمل الأثار غير العضوية، في معمل البقايا الأدمية، إلى جانب معمل المشروعات الخاصة، وده بيترمم فيه بعض القطع الأثرية اللي بنبقى محتاجين أو ليها حالات خاصة محتاجة إلى بيئة خاصة بنقدر نكيفها داخل هذا المعمل لعمليات الترميم اللي هتتم فيها، إلى جانب 7 معامل أخرى خاصة بعمليات الفحوص والتحاليل، لأنه بيتم عمل خطة لعلاج كل أثر على حدة. علشان أقدر أعمل الخطة دي فإحنا بنشوف الفحوص والتحاليل اللي بتحتاجها هذه القطعة الأثرية، ونبدأ بعد كده نحط البلان أو خطة العمل اللي هنبدأ نشتغل عليها. الحمد لله الوقت نقلنا ما يقرب من 43,000 قطعة أثرية من مختلف عموم الجمهورية، من تل بسطة، من المنصورة، من الأقصر، من الإسكندرية، من المنيا، من عموم الجمهورية. عندنا أهم المجموعة اللي اتنقلت طبعا في الفترة الأخيرة هي مجموعة الملك توت عنخ آمون، الست عجلات الحربية، الأسرة الجنائزية، وبالإضافة إلى مجموعة المراكب ومجموعة من التماثيل الشابتي الخاصة بالملك توت عنخ آمون اللي كانت متخزنة في المتحف المصري. بالنسبة للآثار المكتشف حديثا من الحفاير، في بعض الآثار اللي بتكون ذات طبيعة خاصة وحالة حرجة جدا بيتم نقلها للمتحف المصري الكبير لعملية الفحوص والدراسة والتحاليل وعملية الترميم، آخرها الآثار اللي اكتشفت من الهرم الجديد في منطقة دهشور، ماسك وصندوق من الخشب تم نقلهم إلى المتحف المصري الكبير إلى معمل الأخشاب وجاري العمل بيهم وترميمهم. بالنسبة للآثار اللي هي المستردة، الآثار المستردة بتيجي الأول من بره، بتيجي على متحف المصري بالتحرير، بيتم عملية تسجيلها، ولو في آثار بتصلح للعرض أو آثار بتكون في حالة يعني محتاجينها لطبقة لسيناريو العرض بيتم نقلها للمتحف المصري الكبير. عملية نقل الآثار يعني هي مش عملية تغليف فقط، يعني بنشيل الأثر نحطه داخل الصناديق، لا، بيتم عملية الأول فحوص ودراسة وتصوير وفحص بالإكس راي راديوجرافي وعملية تصوير بالسري دي ليزر سكان عشان نوثق الحالة قبل وبعد، وبيتعمل زي بطاقة حاجة اسمها كونديشن ريبورت للأثر قبل عملية النقل عشان نسبة حالته قبل النقل وبعد النقل، ونيجي هنا نعمل برضو عملية إسعافات أولية اللي هي الترميم الأولي قبل عملية التغليف عشان الأثر حالته تسمح بالتغليف ونقله وما يحصلش أي خسائر أو أي ريسك على الأثر.